السؤال الثالث فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث، قال بعضهم التغيير باليد لولي الأمر أو لمن له سلطة، وقال آخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس، وقال آخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث يشترك فيها الولي والعالم والأمة، فما قول الشيخ في ذلك؟ لا شك أن القول الأول عاطل باطل، والقول الصحيح أن الحديث يعم كل المسلمين، لا فرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم ومتعلم وجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جاء بلفظ من، وهي من صيغ الشمول، من رأى منكم، ومنكم أيضا من صيغ الشمول أي أنتم معشر المسلمين، ثم قسم هؤلاء المخاطبين بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين، قسمهم إلى ثلاثة مراتب: من كان يستطيع إنكار المنكر بيده هذا هو الواجب، ولا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، ومن كان لا يستطيع ينزل درجة فينكر المنكر بلسانه، ومن كان لا يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحقيقة أن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يستغفلون الناس ويوهمونهم بأن هذا الحديث يخاطب ثلاث طبقات: الحكام والعلماء وعامة الناس، وهم يعلمون يقينا أن هناك أمور تقع في دار أحد الناس وهو ليس بالحاكم ولا هو بالعالم، فيرى منكرا فيغيره بيده، وإن لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه، فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطل والواقع يكذبه من كل المسلمين، لكنهم هم في الواقع يلجؤون إلى مثل هذا التقسيم من باب معالجة منكر بمنكر آخر، يعني على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداو. ما هو المنكر الذي يريدون أن يعالجوه به؟ أن كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الإسلامية والغيرة الإسلامية حينما يرون منكرا فيغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما، فيترتب من وراء هذا التغيير منكر أكبر، وهذا بلا شك لا يجوز، لكن عدم جوازه ليس لأن هؤلاء الذين غيروا المنكر هم ليسوا حكاما، وإنما لأن هذا التغيير يترتب منه مفسدة أكبر من المصلحة، أي لو أن المغير كان هو الحاكم نفسه ورأى أنه يترتب من وراء تغيير هذا المنكر منكر أكبر لم يجوز له أن يغيره، وهو الحاكم وهو الذي زعمه أنه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ودليل على ذلك لما الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين كما جاء في الصحيحين ثم خرج، فأرادت السيدة عائشة أن تجهد نفسها وأن تتكبد مشقة الصعود إلى جوف الكعبة، لأن الباب كما هو الآن كان عاليا مرتفعا، فقال عليه السلام لها صلي في الحجر
فإنه من الكعبة أو من البيت، وإن قومك لما بنوا كعبة قصرت بهم النفقة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، أي أدخلت للحجر في الكعبة ولجعلت لها بابين مع الأرض، مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله على وجه الأرض هو رسول الله، ورأى المنكر، أي نصف الكعبة أو ربعها خارج إيش؟ خارج الكعبة، فما غير. لماذا؟ بين السبب، لولا أن قومك حديث عهد بالشرك الآخر. إذن هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا مراد به الحكام، هم أولا يخالفون ما ذكرناه آنفا أن كثيرا من الأحكام يغيرها من ليس حاكما، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا. وعلى العكس من ذلك قالوا هذا التأويل لمنع هؤلاء الناس الغيورين على الإسلام أن يباشروا تغيير المنكر بأيديهم، فكان عليهم أن يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لأنهم ليسوا حكاما، وإنما لأنهم يغيرون المنكر بوسيلة يترتب من ورائها مفسدة أكبر من مصلحة، لكنهم أرادوا في الحقيقة أن ينوطوا الإصلاح، ولو شئت قلت الإفساد، بيد الحكام، أن يقولوا بأن تغيير المنكر هذا طبعا هذا إصلاح، وهذا الإصلاح لا يكون إلا من الحكام، وهم يعلمون أن حكام الزمان اليوم على الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله. فإذا هم بهذا التأويل يريدون أن يعطلوا الأحكام الشرعية، وماذا عليهم لو أجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي، من صيغ الشمول، من رأى منكم من صيغ الشمول واستطاع يغير باليد بدون مفسدة أكبر فليفعل. لا والله ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيجي المرتبة الثانية، وإن لم يستطع حتى بالكلام فالمرتبة الثالثة. ماذا عليهم لو أجروا الحديث على هذا الإطلاق والشمول العموم، لكنهم يقولون للناس وللجمهور أن من كان منكم آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف، مش يأتي بمنكر في سبيل إيش الأمر بالمعروف، ويكون حينئذ المفسدة أكبر من المصلحة التي كان يرجوها بالأمر بالمعروف. هذا هو يعني جواب هذا السؤال، وقد وضح أن الرأي الثاني الذي يقول بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح، وأن الرأي الأول باطل، ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة في تنفيذ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والآن أظن تنصرفون إن شاء الله إلى الصلاة بهذا القدر كفاية، والحمد لله. شيخنا اسمح لنا بس باقي شيء من الشريط. كيف؟ باقي شيء من الشريط تعلمون لعند الإقامة ننتهي منه، يعني حتى نتمنى له ساعة. إيش في عندك؟